اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، في لايف جديد من محافظه المنيا، تحديدا من امام شارع مصر. والنهارده طبعا كان في اعلان من الوحده المحليه لمركز ومدينه المنيا عن فرص عمل للشباب من خلال طرح محلات داخل شارع مصر. طبعا شارع مصر زي ما حضراتكم عارفين في محافظة المنيا بيقع على كورنيش النيل، في الجزء الجنوبي من كورنيش النيل. طبعا الوحدة المحلية اعلنت عن توافر محلات داخل شارع مصر للشباب، وده تشجيعا للشباب على العمل وتوفير فرص عمل لهم. طبعا النظام اللي اعلنت عنه الوحدة المحلية، اعلنت عن ان في محلات للايجار بنظام 5 سنوات، عفوا محلات للايجار بنظام ال5 سنوات، والشرط فيها التشغيل. طبعا المحلات دي موجودة داخل شارع مصر، وطبعا شارع مصر من المناطق الهامة حاليا في محافظة المنيا، واللي اصبحت علامة مميزة بالمحافظة. طبعا بيقبل عليها الشباب والمواطنين من أبناء محافظة المنيا من كل مكان في المحافظة. في طبعا العديد من المحلات التي تعمل داخل الشارع، وطبعا الوحدة المحلية كانت أعلنت عن شروط الخاصة ب تأجير المحلات داخل شارع مصر، وكان من أبرز الشروط دي وأهمها أن السن للمتقدم ما بين 21 إلى 40 سنة، كمان أنه يكون من أبناء محافظة المنيا ومراكزها، كمان من بين الشروط أنه يشترط التشغيل، أن الموجود، أن الشخص اللي هيتم الطرح عليه والترسية عليه يقوم بتشغيل المحل، وده تشجيعا للشباب في محافظة المنيا على العمل وتوفير فرص عمل. طبعا في كراسة شروط قدرها أو قيمتها 100 جنيه يتم سحبها من الوحدة المحلية. ده كمان عفوا ده كمان بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو التشغيل، لابد من تشغيل الوحدة أو المحل الذي سيتم تأجيره من الوحدة المحلية. مدة الإيجار زي ما حددها الإعلان، هي مدة الإيجار 5 سنوات. 5 سنوات هي مدة الإيجار للمحلات داخل شارع مصر. طبعا اديكم شايفين احنا بنقف الآن أمام شارع مصر، وهندخل نتجول معاكم داخل شارع مصر ونوريكم المحلات اللي داخل الشارع والعمل داخل الشارع. طبعا ده شارع مصر أصبح علامة زي ما قلت لحضراتكم مميزة داخل محافظة المنيا، وبالإقبال عليها كبير خاصة من الشباب، وفي محلات متنوعة داخل الشارع. ده شارع مصر زي ما حضراتكم شايفين، احنا بنتجول من الشارع. دي محلات اللي موجودة داخل شارع مصر. نقول كمان ان الوحدة المحلية اعلنت عن فتح الباب امام الشباب بمحافظة المنيا لايجار محلات داخل شارع مصر اللي موجود جنوب محافظة المنيا على كورنيش النيل. المحلات دي هيكون نظامها الايجار لمدة 5 سنوات. في كراسة شروط بيتم توزيعها على المتقدمين، قيمتها 100 جنيه ده بالإضافة إلى الشروط اللي وضعتها الوحدة المحلية على المتقدم، وهو أن يكون العمر من 21 إلى 40 عام،
كمان يكون من أبوين مصريين، كمان من أبناء محافظة المنيا ومراكزها. طبعا دي أهم الشروط اللي حطتها الوحدة المحلية لتأجير المحلات داخل شارع مصر، وزي ما انتم شايفين الرسومات على المحلات داخل الشارع، ودي المحلات من الداخل. وطبعا هنا الجميع هنا يعمل، وهو مقصد، يعني شارع مصر اصبح مقصد لابناء محافظة المنيا من الشمال الى الجنوب، يأتي هنا لانه موقعه ممتاز. الشباب يأتي للتسوق والتنزه على كورنيش النيل، لان شارع مصر يقع على كورنيش النيل مباشرة زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصورة. وهنا طبعا يعني المحلات هنا متنوعة، منها المأكولات والمشروبات، ومنها الملابس، ومنها الكافيه. فهنا يعني الشباب بيأتي الى هنا عشان بيلاقي كل اللي هو بيحتاجه من التسوق والتنزه داخل شارع مصر زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصورة. ده شارع مصر اللي احنا بنتكلم عليه، وهعيد لحضراتكم تاني عن الشروط اللي حددتها الوحدة المحلية لاستئجار يعني محل داخل شارع مصر، وده لتوفير فرص عمل للشباب. طبعا الباب اتفتح يوم 15/9 الشهر الحالي ولمدة شهر. طبعا كمان من ضمن الشروط ان يكون من ابوين مصريين، انه يكون من ابناء محافظة المنيا ومراكزها، ان العمر ما يزيدش عن 40 عام، ان في كراسة شروط يتم سحبها من الوحدة المحلية. كمان اهم شيء التشغيل، وده الفرص دي لتشجيع الشباب على العمل وتوفير فرص عمل ليهم. كنا معاكم من محافظة المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظة المنيا من شارع مصر.